وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى، اليهود الذين أرسل إليهم عيسى موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى الذين بعث بهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فمن كان من أهل الكتاب وآمن بنبيه ثم من الله عليه بالإسلام فآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فإنه يؤتى أجره مرتين. ومن حين بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يتعين على كل أحد من الجن والإنس أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون أهل النار، ولا ينفعه قوله إنه يؤمن بنبيه، لأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع، كما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذا يدلنا على أن اليهود والنصارى بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فإن قولهم إنهم مؤمنون بنبيهم لا ينفعهم، لأن الله نسخ الشرائع ببعثته صلى الله عليه وسلم. ورجل والعبد الذي يؤدي حق الله وحق مواليه، يعني حق سيده، يعني فهو يؤدي حق الله ويؤدي حق سيده فله أجران. والرجل الذي له أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها، وهذا هو محل الشاهد لإيراد الحديث في كتاب العلم، وهو الذي عقد له الترجمة في قوله: باب تعليم الرجل أمته وأهله، لأن هذا في تعليم الأمة، وأما الأهل فهذا يفهم عن طريق الأولى. إذا كانت الأمة يعني يعلمها الرجل ويؤدبها ويكون مأجورا على ذلك، يعني ففيه بيان فضل تعليم الأمة، فإذا تعليم الأهل والزوجة الحرة من باب أولى. إذا كانت الأمة يعني تأديبها وتعليمها فيه أجر، فكذلك تعليم الرجل أهله يعني زوجته يعني فيه أجر عظيم. ومن أجل هذا جمع البخاري في الترجمة بين الأمة والأهل، لأن الحديث في الأمة، ولكن يفهم من تعليم الأهل من باب الأولى، يفهم من تعليم الأهل اللي هم الزوجة من باب الأولى. ورجل كانت له أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، يعني أجر لكونه أدبها وعلمها، وأجر لكونه أعتقها وتزوجها. حصل الأجر يعني في كونه حصل منه الإحسان من عدة جوانب، يعني في التأديب والتعليم وفي الإعتاق والتزوج لها. وفي أول الحديث قال: رجل آمن بنبيه. كلمة رجل هنا لا مفهوم لها، وكذلك المرأة الكتابية التي آمنت بنبيها وأمرت محمد صلى الله عليه وسلم لها هذا الأجر، وإذا فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، يعني معناه لا يخرج المرأة أو لا تخرج المرأة، وإنما جاء ذكر الرجل لأن الغالب هو أن الخطاب مع الرجال، والأصل هو تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما جاء دليل يخص الرجال عن النساء فهذا المعتبر الدليل، وإلا فإنه إذا لم يأتي دليل مبين أن هذا الحكم خاص بالرجال
أو أنه من خصائص الرجال فإن الأصل اشتراك الرجال والنساء في ذلك، وإنما ذكر الرجل أو لفظ الرجل لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، الغالب أن الخطاب مع الرجال، ولهذا يأتي نصوص كثيرة من حديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر إناطة الأحكام بالرجال مع أن الحكم يشمل الرجال والنساء. ومن ذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، وكذلك المرأة التي كانت تصوم أيضا حكمها حكم الرجل. وكذلك قوله: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، كذلك المرأة إذا وجد المتاع عند امرأة قد باعها وقد أفلست فإن الحكم ليس خاصا بالرجل. وإذا ذكر الرجال هنا وفي هذه الأمثلة من أجل أن الخطاب في الغالب مع الرجال، وإذا فلا مفهوم له، بمعنى أن المرأة إذا آمنت بنبيها ثم آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون لهذا الأجر، بل الأجر للكتابيين الذين آمنوا بنبيهم وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانوا رجالا أو نساء. وإنما ذكر الرجل لهذا السبب الذي هو كون الغالب أن الخطاب مع الرجال والنساء تدخل سبعة. وفي آخر الحديث أبو هريرة قال: خذها بغير شيء، وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة. عامر الشعبي قال خذها بدون شيء، وقد كان يرحل في مثلها إلى المدينة، فيما هو دونها إلى المدينة. المقصود الذي يخاطبه الرجل أبو عامر الشعبي ليس هو الراوي عنه في الإسناد، الذي يخاطبه الشعبي ليس هو الراوي عنه في الإسناد وهو صالح بن حيان، وإنما يخاطب رجلا خراسانيا جاء وسأله عن الرجل يتزوج اعتق الأمر ويتزوجها فساق له الحديث. جاء رجل خراساني إلى عامر الشعبي وسأله عن رجل يتزوج الأمة يعتق الأمة ويتزوجها فقال: حدثنا أبو هريرة، ثم ساق الحديث. ومقصود من ذلك أنه ما قال له الجواب إلا عن طريق إيراد الحديث كاملا. وهذه طريقة السلف، أنهم أحيانا عندما يسألون عن شيء ويكون بيان هذه المسألة موجودة في الحديث يسوق له الحديث كاملا. وفي سوق الحديث يعني بيان الجواب، لأنه أجابه وأعطاه الدليل، فهو بدلا من إجابته أعطاه الدليل المشتمل على الجواب، أعطاه الدليل المشتمل على الجواب. ولما سأل الخراساني عامر الشعري وساق الحديث وهو يشتمل على جوابه قال له: خذها بغير شيء، وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة. يعني خذ هذه الفائدة أو جواب هذه المسألة أو خذ هذا الحديث الذي هو مشتمل على جواب سؤالك بدون شيء، وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة. المفروض من هذا حث الشعبي هذا الرجل على حفظ الحديث وعلى حفظ هذا الجواب وعلى اهتمام به، وبيان أن هذا الجواب كان يتعب عليه أو على مثله أو على ما هو دونه ويرحل من أجل الظفر بالفائدة، وهو حصلها بدون سفر وحصلها بدون تعب، فهو ليس في ذلك امتنان، وإنما المقصود من ذلك حثه ولفت نظره إلى أن سلف هذه الأمة كانوا يرحلون في تحصيل الفائدة بدون عناء ومشقة، مع العناء والمشقة، وقد كان واحد منهم يرحل شهرا كاملا من أجل أن يحصل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا
يسمعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة، يعني جماعة من التابعين يحدثون غيرهم من التابعين بحديث عن الصحابة، فما يكتفي الواحد منهم أنه سمع الحديث من تابع عن صحابي، بل يرحل ويسافر إلى هذا الصحابي من أجل أن يأخذ عنه مباشرة بدون واسطة، يأخذ عنه مباشرة وبدون واسطة. وليس مقصود من ذلك الامتنان على هذا الرجل، ويعني الإدلاء عليه الإدلاء عليه، وإنما المقصود من ذلك حثه وحفزه إلى أن يحفظ هذه الفائدة وأن يهتم بها وأن لا يتهاون في أمرها، لأن هذه الصيغة التي قالها قالها عامر الشعبي لهذا الرجل الخراساني يعني فيها الحفز وفيها بيان الاهتمام بالشيء. وهكذا يعني كان العلماء عندما تأتي فائدة يعني يأتون بشيء يعني يشجع ويرغب ويحفز في الحصول على هذه الفائدة. ومثل هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام على أئمة الأعلام، هذا كتاب صغير الحجم ولكنه عظيم الفائدة وكبير الفائدة، وصفه بعض العلماء والشيخ جمال الدين القاسمي في كتاب له وأثنى عليه وقال إن هذا الكتاب جدير لو كان بالصين أن يرحل إليه، جدير لو كان بالصين أن يرحل إليه. مقصود من هذا الحث وبيان عظم شأن الفائدة وعظم شأن الكتاب يعني وحفز الهمم إليه حتى يحرص عليه وحتى يطلع عليه وحتى يظهر به وحتى تحصل الفوائد. يعني مقصود أن مثل هذه العبارة من أبي هريرة من عامر الشعبي إنما هي لحفظ هذا الرجل على حفظ هذه المسألة، جواب هذه المسألة وهذه الفائدة العظيمة التي سأل عنها وأجيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمل عليها. ومثل هذا يعني أول حديث في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم يعني لما جاء رجلان من التابعين من أهل الكوفة إلى عبد الله بن عمر وأخبروه بأنه وجد جماعة يتكلمون في القدر يتكلمون في القدر، فقال أخبرهم بأنهم براء مني وأني براء منهم، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثنا عمر وساق حديث جبريل الطويل، والمقصود منه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فساق الحديث كله من أجل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فكذلك هنا عامر الشعبي لما سأله خراساني عن الرجل يعتق الأمة ويتزوجها قال حدثني أبو هريرة قال سمعت رسول الله يقول 300 أجرهم مرتين، ثم ساق الحديث. وفيه ورد كان له أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها أحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها، فإذا فيه الجواب. فإذا كانوا عندما يسألون يأتون بالحديث ويسوقون الحديث الذي هو مشتمل على الجواب، فيكون أعطوا فائدتين، الفائدة الجواب على المسألة والفائدة الثانية ذكر الدليل عليها. فهو ساق الحديث الذي هو الدليل وهو مشتمل على جواب المسألة، فيكون بذلك أفاد فائدتين، فائدة الجواب وفائدة الدليل، دون أن يقول الجواب هو كذا وكذا والدليل هو كذا وكذا، وإنما ساق الحديث مشتمل على الدليل على المسألة جواب المسألة وهو الدليل على حكم هذه المسألة. وهذه طريقة سلف هذه الأمة، كانوا يرحلون وكانوا يشجعون على تحصيل العلم
وعلى الظفر به وأنه شيء نفيس حقيق بأن يرحل إليه وأن يسافر من أجله. وهذا من التشجيع وبيان عظم الفائدة وأنه لا ينبغي التهاون بها. وكذلك نحن في هذا الزمان الفوائد ومسائل العلم الله تعالى هيئها لنا تهيئة ما حصلت لأحد ممن كان قبلنا، وذلك عن طريق الطباعة والمطابع وآلات التصوير، وكذلك ركوب الطائرات التي تقطع في ساعة ما تقطعه الإبل في شهر، يعني معناها الوسائل تيسرت لنا. فمعنى هذا يصدق علينا كلام عامر الشعبي هذا، وهو أن هذه الفوائد التي كان نحصل، هذه الفوائد التي نحصلها بغير تعب ونحصلها بغير جهد، كان يرحل في المسألة الواحدة إلى المدينة، كان يرحل في المسألة الواحدة إلى المدينة. أن هذه الفوائد التي حصلناها يعني علينا أن نحرص عليها وأن نحافظ عليها وأن نستفيد من هذه الوسائل التي أتيحت لنا والوسائل التي يسرها الله عز وجل لنا، فهي المسؤولية الواجب علينا أن نضاعف الجهود وأن نعنى في تحصيل العلم. وقد هيئ الله لنا أسبابه عن طريق السفر، ساعة واحدة مقابل شهر على الرواحل، والواحد كان يجلس ويكتب أو يستأجر من يكتب، ونحن ما يحتاج إلى هذا، نأتي لآلة التصوير وندخل الصفحة أو الورقة ويخرج لنا بعد دقائق مجلد كبير عن طريق التصوير، أو كذلك نحصل كتاب مطبوعا فنقتنيه بدون ما نتعب في الكتابة أو نستأجر في الكتابة. ثم كذلك كون الإنسان يعلم أن هناك كتاب معين في بلد معين فيرحل إليه بالطائرة ساعة أو ساعتين، قد كان يرحل الأشهر في ذلك. وأما التنصيص على المدينة كقول عامر الشعبي فإن هذا مقصود به، يعني كان لما كانت المدينة يعني الصحابة متوافرين فيها، فكان الناس يرحلون إلى المدينة من أجل أن يلقوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من أجل أن يلقوا الصحابة ويأخذوا عنهم. كان هذا في زمن الخلفاء وزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يرحل المدينة من أجل السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وصدر من خلافة علي رضي الله تعالى عن الجميع كان يرحل إلى المدينة. ثم ذلك تفرق الصحابة في الآفاق، كانوا يأخذون حديث أهل بلدهم ثم يذهبون إلى بلاد مختلفة، لأن الصحابة تفرقوا، فوجد منهم من كان في اليمن ومن كان في الشام ومن كان في مصر ومن كان في يعني في هنا وهنا. فإذا التنصيص على المدينة بأنها كانت ملتقى الناس وكانت مقصد. ومن أجل هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كثر الآخرون عنه، لأنه بقي في المدينة، كانت المدينة تقصد ويؤتى إليها، فمن كان فيها يكثر الآخرون عنه، من كان في المدينة كثر الآخرون عنه، لأن المدينة تقصد ويستفيد الناس ممن كان فيها. والإسناد فيه في بعض النسخ حدثنا محمد هو بن سلام، وفي بعضها حدثنا محمد بن سلام، وفي بعضها حدثنا محمد دون أن ينسب. لكن النسخة التي فيها حدثنا محمد هو بن سلام هذا لا يكون كلام البخاري، وإنما كلامه من دونه، لأن البخاري لا يحتاج إلى أن يقول هو بن سلام، وإنما يقول حدثنا محمد بن سلام.
ولكن البخاري يمكن أن يقول في شيوخ شيوخه، يعني عندما يروي عن شيخه وشيخه لا ينسب شيخه، فهو من أجل أن يميزه يقول هو فلان الذي سمعه من شيخه الاسم فقط، ولكن عندما يريد أن ينسبه لا ينسبه، لأنه لو نسب لفهم أن هذا كلام شيخه، ولكن من أجل أن ينسبه وأن يوضحه يوضح المراد ويزيل الإشكال، يأتي بلفظ يشعر بأنه ليس لفظ الشيخ فيقول هو ابن فلان. أما البخاري عندما يروي عن محمد بن سلام لا يقول عن محمد هو بن سلام، لأن لا أحتاج إلى كلمة هو، لأنه يقول حدثنا محمد بن سلام هو شيخ. لكن الذي دون البخاري هو الذي يحتاج إلى أن يوضح هذا الشيخ في البخاري وأنه هو بن فلان. وإذا فهنا حدثنا محمد هو بن سلام لا يكون هو بن سلام كلام البخاري، وإنما كلام من دون البخاري. وأما البخاري فإنه يقول مثل هذا الكلام في شيخ شيخه، أما في شيخه لا يقول هذا الكلام، لكن تلميذ البخاري هو الذي يقول هو بن سلام، لأنه سمع من البخاري محمد، ويعني معروف يعني أنه يعني يحدث عن شيخ محمد بن سلام، فهو من أجل أن يوضح يأتي بلفظ يدل على المراد ويدل على أن هذا ليس كلام الشيخ. هذه طريقة المحدثين رحمه الله، وهذه من عنايتهم، وهذا كثير في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري، يعني يقول الراوي يعني يأتي في الإسناد هو بن فلان، والمقصود بذلك أنه لم يقولها الذي روى عنه، وإنما قالها من دون الذي روى عنه، قالها من دون الذي روى عنه. ولم وكلمة هو يأتون بهو أو يعني فلان أو يعني بن فلان، يعني هذه يبينون أن المقصود أن الراوي عنه ما قال لم يقل هذا، ولو أنهم قال فلان بن فلان لظن أن الراوي عنه هو الذي قال فلان بن فلان، لكن لما جاء هو بن فلان أو يعني فلانا عرف أن هذا ليس كلام الراوي عنه، وإنما هو كلام من دونه أتى بما يوضحه ويبين المراد، وأتى بهذه الصيغة التي عرف بها أن الكلام ليس كلام الراوي عنه. وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم وحرصهم على المحافظة على الصيغ وفقا لما سمعوها من مشايخهم، وإذا أرادوا أن يضيفوا شيئا أتوا بشيء يدل على أن اللفظ منهم، كهذه العبارة وهي ابن سلام هو ابن سلام، ولكن كما قلت لم يقل هذا البخاري، لأن البخاري لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن سلام، ولكن اللي يحتاج إليه هو الذي يسمع من البخاري عندما يريد أن يوضح، يعني يضيف إلى كلام البخاري عبارة تبين المراد وتعيين شيخ البخاري وقوله هو ابن فلان. قال حدثنا محمد ايش ابن سلام، قال حدثنا المحاربي، حدثنا المحاربي نعم، قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابي صالح بن حيان، هذا صالح بن صالح ابن حيان، وحيان الذي هو جده أو جد أبيه لقبه حي، وهو مشهور بلقبه أكثر من اسمه، وكذلك أولاده ينسبون إليه فيقال عنهم من حي، ولهذا كثيرا ما يقال صالح بن حي هو صالح بن حيان، صالح بن حي هو صالح بن حيان، وإنما أحيانا يذكر يعني جده بالاسم، وأحيانا يذكر باللقب،
واللقب أشهر من الاسم، ولهذا كثيرا ما يقال عنه صالح بن حي، وهو من الفقهاء، هذا من الفقهاء ومن المحدثين، ولهذا يأتي في الفقه قال به فلان وصالح بن حي. هو صالح بن حيان، هذا هو صالح بن حيان الذي يروي عن عامر الشعبي. وكما عرفنا قد يفهم الجملة التي في آخر الحديث أن الشعبي قالها لصالح بن حيان، وهو إنما قالها لخراساني سأله، وقد جاء ذلك مبينا في بعض الروايات، وأن صالح بن حيان يعني روى عن الشعبي أنه جاءه رجل خراساني وسأله عن رجل تزوج الأمة يعتق الأمة ويتزوجها، فقال حدثني أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا عن أبي بردة. نعم عن أبي بردة عن أبيه. عن أبي بردة نعم عن أبي بردة عن أبيه قال عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال يقول ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثم قال أعطيناكها خذها أعطيناكها بدون شيء، وقد كان يرحل بما هو دونها إلى المدينة. عيد الحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدث قال أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. نقل باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني بعد ما عقد البخاري ترجمة السابقة ويتعليم الرجل أمته وأهله عقد هذه الترجمة وهي عظة الإمام النساء وتعليمهن، يبين أن تعليم النساء أمور دينهن هذا أمر مطلوب وليس خاصا بالزوج أو بالرجل يعلم أمته وزوجته، وإنما أيضا التعليم يحصل من يعني من الإمام ومن الخطباء، يعني يقومون لهذه المهمة ويحصل منهم التعليم والعظة النساء وبيان ما يعني يحتاجن إليه وما يعني يفيدهن، وهذا هو السبب في كون البخاري أورد هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة، لأن هناك تعليم خاص وهنا تعليم عام، هناك تعليم خاص من خاص رجل يعلم أمته وزوجته، وهنا إمام يعلم النساء ويعظهن ويخطب فيهن، وهذا إنما كان في خطبة العيد كما جاء في طرق الحديث أن سلم لما خطب العيد ذهب إلى النساء ومعه بلال وأعظهن، فقال تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر حطب جهنم، فهم لا يتصدقن. وهذا الحديث
يعني فيه بيان السبب كونه ذهب إليهن، لأنه ظن أنه لم يسمعهن، هذا يفيد أن ذهابه إليهن يعني من أجل أن الصوت قد لا يصل إليهن وقد لا يسمعنا، لهذا قال ظن أنه لم يسمع، يعني لم يسمع النساء، فذهب إليهن وخصهن بالموعظة وحثهن على الصدقة، قال تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر حطب جهنم، فجعل النساء يلقين من أقراطهن وخواتينهن، كانت المرأة تنزع القرط من أذنها وتنزع خاتمها وتلقيه في الثوب الذي نشره بلال من أجل أن تلقى فيه الصدقات نار، ويخفف العذاب ويجيبها من العذاب، لأنهن يعني لما أخبر أن هناك ريح حطب جهنم أرشدهن إلى الشيء الذي يخلصهن منها وهو صدقة، لهذا جاء في الحديث تقوا النار ولو بشق تمرة، تقوا النار ولو بشق تمرة، حث على الصدقة، الصدقة أجرها عظيم وثوابها جزيل، والرسول صلى الله عليه وسلم بين للنساء السبب الذي به يسلمن من النار والذي يدفعن به عن أنفسهن النار، وذلك بالصدقة، ودلنا هذا على فضل الصدقة، وكذلك يدل على أن المرأة تصدق من نالها بدون إذن زوجها، لأن النساء لما وعظنا جعلنا ينزعن من أقراطهن أقراطهن من الآلام والحواتيم، ثم أيضا هذا يدلنا على المبادرة إلى الصدقة منهن رضي الله عنهن وأرضاهن، ما صبرت الوحدة حتى تصل البيت وتعطي مما في البيت، بل بادرت إلى أنها تخرج مما كان معها من حليها وزينتها، فهذا يعني يدل على ما كان عليه نساء الصحابة، نساء الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، من المبادرة إلى الخير والسبق إليه، وأن الواحدة تبادر إلى فعل الخير، وهذا هو الدليل الواضح على هذا، لأن كان بإمكان المرأة أن تصبر حتى تذهب للبيت ثم تأخذ وتأتي وتعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة من أجل وجهها، ولكن لما كان معها الأقراط والخواتيم يعني جعلنا يأخذنا من أقراطهن وحليهن، وفي هذا دليل على أن يعني خروج المرأة يعني بزينتها كالخاتم وكالقرط، لأنهن ذهبن إلى مصلى خرجن إلى مكان صلاة العيد وهن عليهن هذا، ولكن كما هو معلوم الزينة تخفى ولا تظهر، بل إن الله عز وجل نهى إذا كانت الزينة يعني خفية والتحرك يعني يظهر هذه الزينة منع من ذلك، قال ولا يغرن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني يعني الزينة تخفى، ولكن كون مرة تخرج يعني وعليها الأقراط والخواتيم يعني دلنا هذا على جواز مثل هذا، ولكن هذا مع الإخفاء وعدم إظهاره، لكن عند ما وعظنا وذكرنا بالله عز وجل وخوفنا من النار حصلت منهن مبادرة إلى الصدقة وأخرجنا مما معهن من زينتهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. باب الحرص على الحديث. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال
قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا الحديث عقده البخاري، عقد الترجمة ويفصح الحديث، وساق هذا الحديث من أجل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا أبي هريرة: فظننت أنه لا يسألني أحد عنه غيرك لما علمت من حرصك على الحديث. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرصه على الحديث، دلنا هذا على فضل الحرص على الحديث. محل الشاهد منه هذه العبارة، لأن مثلا قال لأبي هريرة لما علمت من حرصك على الحديث، لأن مثلا أثنى عليه في حرصه على الحديث، دلنا هذا على الحرص على طلب الحديث وعلى الحرص عليه وعلى السعي في تحصيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في حرصه على الحديث، دلنا على فضل الحرص عليه، وأن تحصيل العلم إنما يحصل بالحرص عليه وبالتعب في تحصيله. قد عرفنا فيما مضى أنهم كانوا لحرصهم على الحديث يسافرون الشهر وأقل وأكثر في سبيل تحصيل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دلنا هذا على الحث على تحصيل الحديث وعلى الحرص في طلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي هريرة بحرصه على الحديث، ففيه بيان فضل أبي هريرة، فهي منقبة لأبي هريرة، وبيان لفضيلة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وبيان لفضل الحرص على الحديث وعلى تحصيله والحرص عليه، وأيضا على دليل على الثناء بالوجه إذا كان فيه مصلحة ولم يخشى أن يترتب عليه مضرة، إذا كان فيه تشجيع وفيه تحث على يعني مضاعفة الجهود ومن غير أن يخشى مضرة على الممدوع. أما إذا كان يخشى أن يترتب عليه مضرة فإنه لا يشرع، وإنما يعني في مثل هذه الحالة التي فيها تشجيع وتأييد وحث وحفز للهمم لا بأس لذلك، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل، لأن رسول الله قال لقد علمت أنه لا يسأل أحد عنه غيرك لما علمت من حرصك على الحديث. في هذا ثناء عليه، وخذ من هذا تشجيعه وحثه وحثه على أن يحرص على أن يستمر على ما هو عليه، وأن يحرص ويزيد في الحرص على تحصيل الحديث وتحصيل العلم. وكما سبق أن عرفنا العلم لا يحصل بالراحة، كما قال يحيى بن أبي كثير فيما رواه عنه مسلم في صحيحه، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، العلم لا يحصل براحة الجسم، وإنما يحصل بالتعب والمشقة. ولهذا جاء الحديث يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بمكاره، الطريق الذي يؤدي إلى الجنة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى عنا ويحتاج إلى فيه عنا وفيه مشقة ويحتاج إلى صبر، ما يحصل شيء بلا شيء، لا يحصل الشيء بلا شيء، وإنما يحصل الشيء ببذل الشيء، ببذل ما يستطيع الإنسان من الجهد والوقت، هذا هو الذي يحصل العلم ويحصل الفوائد. وأبو هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ المقصود من أسعد يعني من هو السعيد فيها، من هو السعيد فيها. وقيل إن أسعد هنا ليس على بابه، وإن المقصود منه مقصود السعيد،
ويتعب على تفضيل. وقيل إنه تفضيل، وذلك أن الشفاعة تكون لكل يعني من ليس بمشرك، من ليس بمشرك فإنه أهل للشفاعة وأن يشفع له، ولكن الناس متفاوتون، هؤلاء الذين يشفع لهم متفاوتون. فمن الناس من يكون عنده الأخلاق، فهذا هو الذي يكون أسعد من غيره لما كان دونه. فمن العلماء من قال إنه ليس أفعى تفضيل، وإنما هو يعني بمعنى السعيد. ومن الناس من قال إنه أفعى تفضيل، والناس متفاوتون، يعني من كان يعني مخلصا ومن كان عنده الإخلاص فهو أحق ممن حصل عنده الخلل في الإخلاص، من كان عنده الخلل. لهذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. المقصود أن يعني الرسول قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ولا إله إلا الله لابد أن يضاف إليها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهما متلازمتان، الشهادتان متلازمتان، ما شهد إلا لا إله إلا الله ولا مشهد أن محمد رسول الله لم ينفعه ولم يقبل منه، بل لابد من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلابد من الاثنين. ولكنه يذكر الشهادة لله بالوحدانية لأنها يعني أصبحت يعني كأن الاثنتين بما ذلك الشيء الواحد، وأنه إذا ذكرت الشهادة لله الوحدانية فالأخرى معها ولا تنفك عنها، ولا تنفع الشهادة لله بدون الشهادة لله بالوحدانية بدون الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلا بد من شهادة الله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وإنما يذكر الشهادة لله بالوحدانية لأن الثانية هي معها ولا تنفك عنها، لا تنفك عنها. باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وقال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. هذه الترجمة ويقوله باب كيف يقبض العلم، يعني يبين أن قبض العلم إنما يقوم بموت أهله وموت حملته، لأن العالم الذي عنده العلم إذا مات علمه معه إذا لم يؤخذ عنه، وإذا لم يكتب مؤلفات تكون بعده فإن العلم علمه يذهب معه، وهذا هو قبض العلم، هذا هو قبض العلم، لأن العلم لا يقبض انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال صدور الرجال، وإنما يقبض بموت أهله، فإذا ماتوا ذهب علمهم معه إلا إذا أخذ عنهم أو كتب وبقي بعدهم. ولهذا جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع علمه عمله إلا بالثلاث،
صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به كون أخذ عن التلاميذ، أو له مؤلفات بقيت بعده واستفاد منها الناس، فهذا هو الذي يبقى بعد موته. وأما إذا لم يؤخذ منه العلم ولم يكن له مؤلفات، فإن ما معه من العلم يموت معه ويذهب معه، يعني لا يظهر به. وإذا فذهاب العلم بذهاب أهله وذهاب حملته. والبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة فقال باب كيف يقبض العلم، كيف يقبض العلم. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز في ولايته، وكانت في نهاية المئة الأولى، نهاية المئة الأولى، لأنه تولى 93 ومات 301، خلافته سنتان، فكتب إلى أبي بكر بن حزم وكان عامله على المدينة. وجاء في بعض الآثار أنه كتب إلى عماله، يعني أن اكتبوا ما عندكم من العلم فإني خشيت دروس العلم، يعني دروسه يعني كونه يندرس ويذهب، يعني ويذهب بذهاب أهله. وقبل ذلك كان الناس يعتمدون على الحفظ، ولكن الشيء الذي خشي على القرآن خشي على السنة، وهي كون الحفظ، يعني كون أهل العلم يموتون دون أن يدون ما عندهم من العلم، دون ما عندهم من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر عماله بأن يدونوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إني خشيت دروس العلم، يعني دروسه يعني دراسه وذهابه بذهاب أهله. والشيء إذا كتب حفظ عليه، والحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب، حفظ صدر وحفظ كتاب. ولما كان حفظ الصدر يذهب بموت صاحبه، فإن حفظ الكتاب يعني وكتابة العلم في الكتب يعني ونقلها يعني هذا فيه محافظة على العلم وفيه حفظ له. فمن أجل ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى عماله، وكما في بعض الروايات، وهنا إلى عامله أبي بكر بن عبد الحزم بأن يكتب، وكان عامله على المدينة، أن يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكال كتب عمر، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وقال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. يعني هذا يعني بعد أن ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وساقه بدون إسناد، ثم بعد ذلك أتبعه بالإسناد، لكن لما أتبعه بالإسناد يعني بين أنه إلى ذهاب العلماء، يعني كلام عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء، وأما ما بعده فليس من كلام عمر بن عبد العزيز، ليس من كلام عمر بن عبد العزيز. ولكن البخاري رحمه الله لما أورد الأثر يعني أضاف إليه هذا الكلام، ثم أتى بعد ذلك بالإسناد الذي هو إسناد لهذا الأثر، وبين الذي انتهى إليه كلام عمر وقوله إلى ذهاب، وقوله ذهاب العلماء. فإذا ما بعده ليس من كلام عمر، وإنما هو من كلام البخاري، يعني يبين فضل وأهمية العلم وحفظه والمحافظة عليه. ولما ساق هذا الكلام المتصل
وكان بعضه ليس لعمر أتى بعد ذلك بالإسناد وأشار إلى نهاية كلام عمر. وفي هذا بيان الحث على كتابة العلم وعلى نشره وعلى إفشائه وعلى يعني تمكين الأكثر أو الكثير من تحصيله، وأن لا يكون سرا بل يعلن ويظهر، فإنه بإظهاره وإعلانه يكثر حملته ويكثر نقلته، بخلاف ما إذا يعني جعل سرا ولم يتمكن أحد من الوصول إليه فإنه لا تحصل فائدة على الوجه الأكمل، يعني لكثير من الناس. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. هذا الحديث يبين ما ترجم له المصنف، لأن المصنف قال كيف يقبض العلم، وهذا الحديث يوضح كيف يقبض العلم، لأن الرسول قال إن الله لا يقبض العلم إذا يعني ينتزعه من قلوب العباد، وإنما يعني يقبض العلم في موت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا في غير علم فضلوا وأضلوا. وقد بين عليه الصلاة والسلام كيفية قبض العلم، وأن الله لا ينفعه من قلوب الرجال ولكن يقبضه بموت أهله، والله تعالى على كل شيء قدير، يعني قادر على أن ينزع من قلوب الرجال، ولكنه شاء أن يكون قبضه بهذا الذي هو موت أهله، الذي هو موت أهله. وفي هذا تنبيه على اغتنام الفرص وأخذ العلم من أهله قبل أن يموتوا ويذهب معهم ما معهم من العلم. ونحن نعلم ونشاهد أن هناك يعني بعض العلماء عندهم علم عظيم ويحرص على تحصيل ما عندهم، ولكن لما ماتوا فقدهم الناس وهم أحوج ما يكونون إليه. وأقرب مثال لنا الشيخ محمد بن شقيق رحمه الله، وقد كان بيننا وكان موسوعة علمية التفسير والحديث واللغة كلام العرب وكثير من الفنون، ثم بعد ذلك توفاه الله عز وجل ففقدناه. والشيء الذي بقي معنا هو كتابه أبو البيان، هذا الكتاب الذي كتبه، وكذلك الكتب الأخرى هذه التي بقيت لنا من علمه، هذه الموسوعة العظيمة، ذاك العلم العظيم الذي عنده، والحافظة القوية ذهبت معه، وبقي لنا هذا الذي كتبه كتاب أبو البيان وغيره من الكتب التي كتبها. دل هذا على يعني أن يعني كما هو واضح هذا الحديث يعني يبين أن موت أنها قبض العلم منه بقبض أهله. فإذا قبض أهله الناس لابد لهم من مرجع يرجعون إليه،
فإذا لم يكن هناك عالم اضطر الناس إلى أن يعني يرجعوا إلى من كان عندهم ممن هو مقصر وعنده قصور فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. دل هذا على كيفية طلب العلم وعلى الحرص على تحصيله وأخذه من حملته وتلقيه منهم، وأيضا كذلك هم يعني يحرصون على بذله وعلى نشره وعلى كتابته والإفادة به. وفيه ذم الرؤوس الذين يتخذون وهم جهلة فيرجع الناس إلى إليهم يستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وفي هذا خطورة الفتوى بغير علم، لأن من أفتى بغير علم فإنه لا يكون ضالا فقط، بل هو ضال ومضل، ضال في نفسه ومضل لغيره ومضل لغيره. ثم بعد هذا قال الفرابري أو الفرابري، وهذا هو راوية البخاري الذي روى عنه الصحيح وله زيادات قليلة في الأسانيد، هذا منها لهذه من زيادات الفرابري وهي قليلة جدا في صحيح البخاري، وتمييزها بذكره وهذا من هذه الزيادات القليلة الموجودة في صحيح البخاري. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين، قال واثنين. الحديث الثاني. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ الحنث. في هذا الحديث يعني ترجم عقد البخاري باب هل يعني يكون النساء هل يجعل للنساء يوم على حدة للنساء يوم على حدة في العلم يعني هل تخص النساء في يوم من الأيام يعلمن فيه؟ ثم ساق هذا الحديث الذي فيه أن النساء قلنا للرسول صلى الله عليه وسلم طلبنا عليك الرجال، الرجال هنا يفترضون معك كثيرا ويسمعون منك كثيرا ونحن لا نوفر بما ظفروا به، فاجعل لنا يوما فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن ثم جاء إليهن ووعدهن وأمرهن، وكان مما قال الرسول السلام ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابا لها من النار، قالت امرأة هو اثنين، فقال كلهم هو اثنين. هذا الحديث يدل على ما كان عليه النساء الصحابيات من الحرص على معرفة الحق وعلى تلقي السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث طلبنا منه
أن يخصهن بيوم يعني يأتي إليهن ويسمعن منه الحديث. فوعدهن ووفى عليه الصلاة والسلام وجاء إليهن وعظهن وأمرهن. وكان مما قال وهو يعني يكون في فقد الأولاد الصغار ما من كنا رأى تقدم ثلاثة من الوقت لم يبلغوا لا إلا ما في إلا كان لها حجابا من النار ما فيها لم يبلغ الحنس الآخر فينا. إلا كان حجابا لها من النار. فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. دلنا هذا على يعني تعليم النساء وعلى عظتهن وعلى أن فقد الأولاد إذا فقدوا وهم صغار وحصل الصبر فإنهم يكونون حجابا من النار لمن لآبائهم. وهذا الحديث وهو ذكر المرأة لا يدل على اختصاص النساء بهذا وأن الرجال لا يحصلون هذا الأجر، بل هذا مثل ما تقدم يعني الشيء الذي يعني يكون من خصائص النساء لا يشاركن الرجال والذي من خصائص الرجال لا يشاركن النساء هذا يختص به.